حطيال سبعة وكان ليا كلام الرب وانت ابن آدم كده قال السيد الرب لأرض إسرائيل نهاية جت النهاية على زوايا الأرض الأربعة دلوقتي نهاية عليكي وأبعد غضبي عليكي وأحكم عليكي زي طرقك وأجيب عليكي كل النجاسات بتاعتك فما تحنش عيني عليكي وما سمحش لكن أجيب عليكي الطرق بتاعتك وتبقى نجاساتك في وسطك فتعرفوا أني أنا الرب كده قال السيد الرب شر وحيد أهوجي نهاية جت النهاية انتبهت ليكي أهي جت جيت دور عليك اللي ساكن في الأرض جه الوقت قرب يوم اللخبطة ما في زقطة الجبال دلوقتي عن قريب أكب غيظي عليك وأكمل غضبي فيك وأحكم عليك زي الطرق بتاعتك وأجيب عليك كل النجاسات بتاعتك فما تحنش عيني وما سمحش لكن أجيب عليك زي الطرق بتاعتك والنجاسات بتاعتك تبقى في وسطك فتعرفوا أني أنا الرب اللي بيضرب أهو اليوم أهو جه دارت الدائرة ظهرت العصاية فرحت التكبر قام الظلم لعصاية الشر ما يفضلش منهم ولا من الثروة بتاعتهم ولا من الدوشة بتاعتهم وما فيش نوح عليهم جه الوقت جه اليوم فما يفرحش اللي بيشتري وما يزعلش اللي بيبيع لأن الغضب على كل الجمهور بتاعهم لأن اللي بيبيع ما يرجعش ياخد اللي باعه ولو كانوا لسه بين العايشين لأن الرؤية على كل الجمهور بتاعها فما يرجعش والإنسان بالخطية بتاعته ما بيجمدش حياته نفخه في البوق وجهزه كله وما فيش اللي يروح للحرب لأن غضبي على كل الجمهور بتاعهم السيف من بره والوبا والجوع من جوه اللي هو في الغيط يموت بالسيف واللي هو في المدينة يأكل الجوع والوبا ويفلت منهم اللي يفلتوا ويبقوا على جبال زي حمام الوديان كلهم ينوحوا كل واحد على الخطية بتاعته كل الايدين ترخي وكل الركب تبقى مية ويتحزموا بالخيش ويغطيهم رعب وعلى كل الوشوش كثفة وعلى كل رؤوسهم أرعى يرموا فضتهم في الشوارع والذهب بتاعهم يبقى النجاسة ما تقدرش الفضة بتاعتهم ولا الذهب بتاعهم انه ينقذهم في يوم غضب الرب ما يشبعوش منهم نفسهم وما يملوش جواهم لانهم بقوا كعبلة الخطية بتاعتهم اما زقطة الزينة بتاعته فخلاها للتكبر خلوا فيها اصنام الحاجات المكروهة بتاعتهم النجاسات بتاعتهم عشان خاطر كده خلتها لهم نجاسة اسلمها لدين الغرباء عشان النهب والاشرار الارض عشان السلب فينجسوها واحود وشي عندهم فينجسوا المخبأ بتاعي فيدخل فيه جبابرة وينجسوه اعمل السلسلة لان الارض اتملت من احكام الدم والمدينة اتملت من الظلم فعاجب اشار الشعوب التانية فيورثوا البيوت بتاعتهم وافني تكبر الجامدين فتتنجس الاماكن المقدسة بتاعتهم الرعب جاي فيطلبوا السلام وما يبقاش تيجي مصيبة على مصيبة ويبقى خبر على خبر فيطلبوا رؤية من النبي والشريعة تفنى من الكاهن والاستشارة من الشيوخ الملك ينوح والرئيس يلبس حيرة وإيدين شعب الأرض تترعش زي طريقهم أعمل فيهم وزي أحكمهم أحكم عليهم فيعرفوا إني أنا الرب.